طابت اوقاتكم مشاهدينا، اهلا بكم معشر. هذا هو واقع الصداره يمارس المنتهي. اما بالنسبه طبعا لفريق بولونيا، مارينيلي حكم المباراه، يعني ان ايطاليا ستكون مره اخرى الغائب الاكبر عن دورات كاس العالم كما حصل في روسيا. سيحصل توموري بن ناصر، دايكس يلعبها، تعود الكرة عند اسماعيل بن ناصر، هدف في غاية الروعة، وصوله صربية لكن هو طبعا يحمل الجنسية النمساوية، يقطع الدفاع، ترتد، تتحول، ينطلق من جهة اليسار، هذه محاولة من جهة اليسار، اسماعيل بن ناصر، لكن واضح أن الفريق هذا يحاول أن يحقق النتيجة الإيجابية التي تحقق قبل أكثر من 6 سنوات، لكن ميلان في آخر 11 في آخر 12 مباراة أمام عرضية من جونيور ميسياس. اسماعيل بيير كالولو المدافع الذي اثبت وجوده مع الميلان صار هو الذي يلعب اساسي في غياب كيارو. بارو ينطلق الجامبي السريع، الجامبي كامل ايضا يشترك مع اللي هو اسماعيل بن ناصر بالخلف الى اسماعيل بن ناصر. اسماعيل لا يلعب دور المتفرج، وكره طويله ملعوبه الى لياو، لياو لياو يهيئها، ياز يحولها، هذا بن ناصر، اسماعيل بن ناصر، اسماعيل يحول كرة حلوة حلوة حلوة، جيرو يهيئها، قادم من الخلف بالكرة لجيرو، ويعرف أن جيرو يعرف كيف المئوية بالنسبة لبيولي على الدكة مع الميلان. تعود الكرة، هذه كرة على جهة تسديدة، ترتد من الدفاع، تصل بن ناصر، بن ناصر، بن ناصر، يحاول بن ناصر يلعب كرة أمامية، دفاع يقطعها لكن رائع، يعيدها بالخلف، كرة مرة أخرى بن ناصر، بن ناصر يلعب لكن يقطع الدفاع، يقطع الدفاع، تعود مرة أخرى، تعليها ورأسية لكن كالولو بالكرات الرأسية ممتاز. كالولو هذا لاعب صغير ويعني لكن من نوعية اللاعبين اللي بيلعب بهدوء، لا تشعر به، لا تشعر به، يعيد الكرة بالخلف، وكرة من جديد حيسدد، وجهد حتى من الجمهور يقدمونه في التشجيع. بن ناصر يقطع الكرة، يتقدم بن ناصر، يلعبها إلى تونال، فاضي اليمين كان فاضي بالنسبة لكالابريا، تعود الكرة مرة أخرى، تصل من جديد، بن ناصر أمنها بطريقة جميلة كرة، وطبعا أرناوتوفيتش طلب منه أن يوقف اللعب لأنه في لاعب مصاب. تونالي صار بالكرة، عادت من جديد، بن ناصر أبعد الكرة، بن ناصر أبعد الكرة، وحتى ستيفان بيولي ليس سعيدا بقرار اللاعب بن ناصر. إسماعيل بن ناصر أبعد الكرة، لنشاهد اللاعب الهولندي لعبها عرضية إلى إسماعيل بن ناصر، بن ناصر يحاول، بن ناصر يلعب كرة بقدم، سكوروكسكي يصد بقدمه، يصد بيستوج باللقب، لكن تعرض وقتا لظلم تحكيمي أمام اليوفي، هدف علي سولي مونتاري لا يمكن لأحد أن ينساه، هذه كرة فوز في هذه المباراة. تعود الكرة من جديد أمامية، بن ناصر، لياو 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 لياو، ما زال يحاول ميلان حتى الآن، هو في الصدارة ولكن خارج أرضه مع تورينو ومع لاتسيو ومع فيرونا ومع ساسولو، مباراة ليست سهلة. يلعبها أمامية لإسماعيل بن ناصر، إسماعيل يتقدم، إسماعيل، إسماعيل، كالابريا أبعد الكرة، كالابريا من بين تيات، عادها من جديد الى بن ناصر، اسماعيل، 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 متصدر ولكن بفارق نقطة عن نابولي. تعود الكرة مرة أخرى أمامية، إبراهيم، اسماعيل بن ناصر، اسماعيل يتقدم، اسماعيل يلعبها على جهة اليمين، كرة طالت منه ومرة أخرى كاد أن يكرر ما فعله أمام كالياري اسماعيل بن ناصر. يا هذا بالموقف بن ناصر، انتهى دور الجزائري بن ناصر، انتهى دور الفرنسي جيرو، وحان دور ايضا